السنه دي يعني. كان محمد رمضان دايما هي الناس اللي تقلد وتعمل تمشي ورا حد، شايف ان هو خد المنطقه دي؟ محدش بياخد منطقة حد. لا كل واحد بيلعب حاجته يعني. لا ما كل واحد بيلعب كاركترز مختلفة عن التاني. انت عايز ايه؟ انت بتعمل ايه؟ جدا ايه ده؟ عدي يومك. ايه ده؟ لا حوش وما ينفعش كده. لا 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 والله ما ينفع. ايه ده؟ بتحب محمد رمضان تتفرج عليه طيب؟ اه بحبه. لا يعني بحبه، لا فعلا بحب له حاجات كتير جدا. واي امور شخصيه بجد انا ما بحبش اي حد يتدخل او يربط بين الفن او هو كفنان وكاي امور شخصيه، حتى بالنسبه لي، حتى بالنسبه لمحمد امام، او حتى بالنسبه لاي حد، اي ممثل، ما تربطش بين حياته الفنيه وحياته الشخصيه او اي امور شخصيه بتحصل. طبعا طبعا بيضايقني قوي الربط بين زمان ما كانوش بيربطوا ابدا، في السبعينات والستينات والثمانينات ما حدش كان بيربط الحياه الشخصيه او حياه الفنان الشخصيه بالحياه الفنيه، وبيحكم عليه كفنان وبس، عجبك هنا ولا ما عجبكش، بس المسلسل ده حلو ولا لا، الفيلم ده حلو ولا، اقنعك ولا لا. انما نربط احنا كان زمان عندنا الفنانين في منهم يهود وكنا بنموت فيهم، فهل كنا ينفع نقول لا انا مش هحبه عشان هو يهودي او مسلم او مسيحي او ما؟ لا، عمر ما كان في الربط ده زمان. فانا بزعل قوي من اللي بيحصل دلوقتي والتصنيفات وال ما بحبش كده، ما بحبش كده. عايز اعرف منك جهزي ايه الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله؟ في والله حاجات تخص السينما معروضه عليا بس لسه ما خدتش فيها قرار يعني، لانه الخطوه دي هتحتاج مني تركيز قوي خايفة لسه ما لسه شويتين على ما اخد قرار. فعلا الحمامة فعلا هي مثلك الاعلى؟ اه طبعا، رقتها واخلاقها وتعاملها واناقتها، ده في الحياة الشخصية، لكن في الفن عظيمة طبعا طبعا. بالنسبة لي انا كانت اكتر حاجة اثرت فيا قوي هي ضمير قبل حكمت، فكانت قديرة قوي، وكنت أتمنى فعلا أنه تبقى مثال قوي هي كانت المديرة أو النظرة للمدارس بتاعت البنات أو لمدرسة بنات، فده مثال كبير جدا المفروض كله يحتذي بيه أو يحتزى بيه أو أيا كان، عشان أنا في اللغة العربية يعني تمام شوية. ايه المعلومات الغلط عنك انا؟ لا 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 مش حابه بجد اتكلم عن اي حاجه شخصيه. لا انا خريجه التربيه الرياضيه، ما انا قلت لك انا اصلا مدربه سباحه، فا في ناس كاتبه انه انا خريجه معهد فنون مسرحيه وانا مش كده خالص. لا انا خريجه التربيه الرياضيه ومن المنصوره و بس. يعني هل ينفع اسال عن مشروع ارتباط مع مخرج ليكي برضه متقال ولا مش فاهمه؟ لا 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 شفتي هم قاعدين يطلعوا عنك حاجات؟ لا لا ده يعني مفيش الكلام ده خالص. مش مخطوبه ولا اي حاجه؟ لا طبعا مش مخطوبه. لا حلو جدا يا جماعه، مش مخطوبه هيوصى زي القمر. لا يعني انت عايز ايه؟ لا بس يعني اللي بيطلعوا يوقفوا حالك دول يعني ما ينفعش كده. لا لا خليهم يوقفوا حالي انا ما عنديش مشكله. ليه مش المطلوب؟ لا بالعكس، بس ما يعني مش عارفه ليه انت مصمم تتطرق لحياتي الشخصيه والله جداً. مصمم جدا يا احمد، وانا قايله لك بلاش والله، وقلت لك بلاش بجد. مبسوطة والله ان انا كنت معاكم بجد، وانت شخص جميل يا احمد والله، والمونتاج بقى يا احمد. ها المونتاج يا احمد كده جميلة ايه؟ والله لا والله الشيخ التقيلة فينا احنا في رمضان والنبي. نورتينا ربنا يخليك يا رب يا احمد، ميرسي.